هل انا هاخد حبايه الفلانيه دي تمشي عليها لفتره كبيره جدا من الوقت هي اللي هتكون العلاج للمرض بتاعي؟ طب اعرف السبب، اعرف يا جماعه عايزين نوصل رساله كبيره جدا ان جسم الانسان ده اعقد تكوين موجود في العالم. اللي ينفع لشخص ما ينفعش للتاني، ما ينفعش يعني للاسف المفهوم ده غير واضح، فاعرف السبب اللي موجود جوه جسمك.